يا اهلا وسهلا ومرحبا بكم للاطفال، اهلا فيكم في برنامجكم الطفولي دنيا الاطفال. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتك أموري. كنا مصفوط والله، شكله مصفوط بيصفط. نحن اليوم ما بيخلينا احنا نصور. المهم خلاص صبر بنكمل. مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصفوط، ايش فيك؟ بطني بحكي لكم القصة. ايوه، كنت طفشان مش عارف اسوي ايش. شفت البسطة ليه طفق وبطاطس وعنده شطة، قمت اخذت شطة وبطاطس طفق وخلطته واكلته ودي الحينة بطني. طيب يا مصفوط، تقول لي طفشان والدنيا كلها لعب وضحك ومرح والوان وحماس مستمر ومسابقات مرة حلوة، ومعانا حاجة حلوة، معانا جوائز وسلوكيات ومعلومات وحاجات كثيرة ما شاء الله. استنونا في دنيا الأطفال كل يوم سبت على الهواء مباشرة عبر شاشة تلفزيون حضرموت. يا جزيونا أقولكم بطريقة.